اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. ايمن، كنت عايز اتكلم عن امور الخاصه ببعض الاصابات وحاله الاجهاد. احنا معلش قبل بس ما نتكلم في هذه الامور لانها امور صعبه، احنا لا نبرر شيء ولكن نضع الحقيقه امام حضراتكم. النادي الاهلي وافق على ان هو يلعب كل 3 4 ايام او على حسب اللوائح والقوانين المنظمه لهذه الامور من خلال الاتحاد المصري لكره القدم ورابطه الانديه، وبالتالي احنا لا نتكلم عن شيء ولكن احنا بنضع الحقيقه امام جمهور النادي الاهلي. اتفضل. لان الموضوع صعب يا كابتن اسلام. النهارده حضرتك كنت لعيب كوره وعارف ان فكره ان انت اصلا تلعب كل يومين دي صعبه جدا في انجلترا وقت البوكسنج داي ده. الناس يعني المدربين واللعيبه على كم التصريحات اللي بيقولوها ده دلوقتي، معلش يعني الناس برضو اللي بتيجي تتكلم على اوروبا كابتن اسلام يقول لك بص اوروبا بص اوروبا ده كلوب وجوارديولا. جوارديولا بيتكلموا دلوقتي في ايه؟ يقول لك انا ليه انا اللي بلعب ماتشات واحده الظهر كتير عشان واحده الظهر دي معناه ان لعبتي هتصحى الساعه 9 الصبح او 8 الصبح تفطر. جوارديولا قال لك انا هلعب يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا ويوم كذا، وريال مدريد عنده تسعة ايام اجازه. فالنهارده دي احنا بنتكلم في امور العالم كله بيتكلم فيها، لان الضغط بيبقى ليه وقته، ضغط المباراه بيبقى ليه وقته والراحات بتبقى ليها وقتها. في اوروبا لما بيبتدوا الموسم لو مش موسم استثنائي زي وقت كورونا، اول شهر ده هتلاقي ان معظم الدوريات اول شهر ماتش كل اسبوع، بعد كده يبتدوا يضغطوا في موضوع ماتش دوري ماتش اوروبا ماتش دوري ماتش كاس. صح. بعد كده هتلاقي في اجازه في النص، بعد الاجازه اللي في النص دي يرجعوا يلعبوا تدريجي، بعد كده في النص هتلاقي في فرق بتريح. فالنهارده انت النادي الاهلي بيريح وفقا للائحه. ليه بيريح وفقا للائحه؟ عشان خاطر في سفر وفي افريقيا، وهنجيب دلوقتي من الكلام دلوقتي ان احنا بنكرره اللي هو المكرر اللي بتقعد تفضل تقوله انا هطلع النهارده هقوله، عبد الرحمن هيطلع بكره هيقوله، احمد هيطلع بعده هيقوله. ليه؟ لانه الكلام فيه كتير يا كابتن اسلام، بيتداول كثيرا. أيوة. جدا ما بين ولدرجه انه بتبقى كذبه وبتتصدق. يعني ايوه برافو عليك، هي دي كذبه وبتتصدق. يعني النهارده بص في قبل ما نطلع بجدول المباريات في صورتين اللي هم بتوع الجولات اللي هي المفروض بتلعب دلوقتي من رابطه الانديه، كاتبين فيها ان في حال تاهل مثلا الاهلي للنصف النهائي مباراه سيراميكا هتتاجل، مباراه مش عارف اعتقد المصري هتتاجل. الكلام ده مش للاهلي بس، مكتوب ان في حال تاهل فيوتشر للسيمي فاينل هتتاجل له مباراه كذا، في حال تاهل الزمالك للسيمي فاينل هتتاجل له مباراه كذا. الماتش 1-0 اعتقد لغايه دلوقتي. لحد دلوقتي بيراميدز نفسه كان معمول حسابه في الجدول ده لما نزل، لو في حال تاهل بيراميدز للسيمي فاينل هتؤجل مباراته مثلا مع الزمالك اللي في الدوري. فالنهارده كل ده الرابطه عاملاه للانديه اللي موجوده في افريقيا، مش عاملاه بس عشان خاطر النادي الاهلي. كون ان النادي الاهلي اكتر الفرق اللي بتلعب في كاس عالم انديه والدوري الافريقي ده مش ذنبنا، انا مش ذنبي. لا ذنبك لازم تعمل حساب اللي حواليك. وعلى فكره اعمل حساب اللي حواليك برضه يا كابتن اسلام. الجدول النهارده النادي الاهلي لعب 8 مباريات صح؟ اللي بيتكلموا اصل كل شهر ماتش، تمام. نادي الزمالك اللي هو المنافس للنادي الاهلي لعب 11 مباراه، الفرق 3 ماتشات. لو جيت تحسبهم ان الفرق الثلاث ماتشات دول بتوع الدوري ايه، هتلاقي اللي هي الفتره اللي الاهلي لعب فيها الدوري الافريقي وكاس العالم للانديه، لان ما هو الزمالك برده بيلعب في افريقيا، محدش لعبها غير النادي الاهلي، ما حدش لعبها غير النادي الاهلي. فالنهارده كون ان انت بقى هتيجي تقارن، مع احترامي طبعا MB زد المصري سيراميك الناس دي ما بتلعبش في افريقيا، فطبيعي جدا جدولهم وهو منتظم يبقى 16 و17 و15 مباراه. فالنهارده انت ما تحاسبنيش على ان انا نادي ناجح بلعب في الدوري الافريقي وبلعب في كاس العالم للانديه، وكمان انت عايزني العب كل يوم مباراه. تعالى دايما المستر مارسيل كولر جرب مره انه سافر قبل اللقاء ب 48 ساعه بالصدفه، الطياره عطلت وقعدنا في ديانا. 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 فانت حتى لما جربت تعمل زي اوروبا والراجل كان عايز يحط ده مسافر بطياره خاصه بالصدفه الطياره تعطل وبالصدفه تروح قبل الماتش بكام ساعه، اللعيبه هتبقى يا دوبك تلحق تاكل وجبه وما تمرناش. انت عارف ان كابتن الماتش ده ما تمرناش غير تمرينه واحده بس على ملعب المباراه، كانت يوم الماتش بالليل اللي هو انت وصلت وطلبوا تاجيله والكلام ده كله، بس في النهايه طيب انت حتى لما جربت تعمل زي اوروبا فشلت في افريقيا. بالظبط. فالامور دي صعبه مع الاصابات مع كده. فانت النهارده الفتره اللي جايه فعلا النادي الاهلي من الذكاء ومن خبرات لاعبيه ان هي تقدر ازاي ان هي تكسب المباريات باقل مجهود، وهو ده المهم. هتقول لنا على الارقام الجداول جاهزه يا شباب؟ لو لو هم بس مش جاهزه يبقى يلا خلينا عادي ممكن نخش على حاجه ثانيه. ها جاهزه؟ يعني دي لو هي مباريات النادي الاهلي. يعني احنا كابتن اسلام عندنا بكره مباراه MB يوم الخميس اللي هو ثاني يوم العيد، مباراه زد ترجع من العيد لاعب الزمالك، تخلص الزمالك بنسبه 99% مباراه مازيمبيا تبقى يوم 20 اللي هو يوم السبت. بص يا كابتن اسلام هنا تؤجل المباراه اللي هي مودرن فيوتشر وفاركو في حال وصول مودرن فيوتشر للدور قبل النهائي الكونفدراليه تحت المصري والاهلي،
تؤجل المباراه. يا اخي النادي الاهلي لعب 8 ماتشات بس يا ايمن. ما اصل هو النادي اللي على راس الريش. بالظبط يا حال وصول اهو. بص اللي تحتيه بقى كابتن اسلام الزمالك هيلاعب بيراميدز. بالظبط ايه؟ لا لا انا قصدي باكد ان يعني ان الاهلي على راس الريش. لا لما المنتخب اللي اجل ماتشين الاهلي ماتش الاهلي اللي هو كان يوم 13 بتاع انبي قال لك الاهلي بتاجله. ما هو الاهلي اللي طلب ده كابتن اسلام اللي عايز. انا مالي اهو. بص يا كابتن اسلام بقى الزمالك وبيراميدز تؤجل مباراه حاله وصول اي من الناديين. لا الزمالك عادي وبيراميدز عادي وفيوتشر عادي. فيوتشر عادي انما النادي الاهلي لازم يلعب. طب يعني عشان لعب 8 ماتشات بس. عشان لعب 8 ماتشات بس. فدي حاجه صعبه جدا. فان شاء الله ان الفتره اللي جايه زي ما قلت كده كابتن اسلام وحضرتك. المهم احنا ليه دايما بنستشهد بحضرتك في القعده دي؟ حضرتك لعبت كوره وحضرتك عارف يعني ايه ان انت كل يومين تلعب مباراه. يعني ايه انت المفروض النهارده ما بتاخدش